جددت وزارة الصحة جملة من الإجراءات الواجب على المصلين تطبيقها مع عودة أداء صلوات الفجر والظهر والعصر في الجوامع والمساجد بدءا من يوم الخميس الماضي، وذلك بناء على قرار المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بشأن أداء العبادات في زمن انتشار جائحة كورونا، مع الأخذ بجميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة والعمل بتوصيات الجهات المختصة بإشراف القائمين والمتطوعين على الجوامع والمساجد.